سنة يا دكتور. بنرحب بحضرتك في كارديو أليكس 2018. أهلا بيك. ممكن حضرتك تعرفنا نفسك؟ أنا دكتور عوض يوسف، أخصائي أمراض القلب، مستشفى معمور الأمراض الصدرية ومستشفى الـ ICC. دكتور ممكن حضرتك تكلمنا شوية عن إزاي مؤتمر زي كارديو أليكس وغيره من المؤتمرات ممكن يساهم في تغيير المستوى الخدمة الطبية المتاحة؟ هو اي مؤتمر طبي هو الغرض منه حاجتين مهمين جدا. الغرض الاولاني هو دايركتد للاطباء وشباب الاطباء والاطباء عموما يعني، ولا تنميه المعلومات بتاعتهم، من تنميه المهارات، ان يبقوا على طول على علاقه بكل الابديتس يعني او كل التطورات اللي موجوده. والحاجه الثانيه والاهم واللي هي الامباكت دوت او تاثير ده على المجتمع، سواء كان في علاج او كان في وقايه. وهو مؤتمر كارديو أليكس عموما بيهتم قوي بموضوع الوقايه والعلاج بالنسبه واشراك المجتمع المدني وامراض القلب، لان هو الدكاتره بيشتغلوش لوحدهم، هم جوه المجتمع يعني، ولازم في الاخر يبقى ليه تاثير على المريض يعني، سواء كان من تقديم يعني يوم الجمعه الصبح بيبقى فيه زي تجمع كده لمرضى هبوط عضله القلب، بتقدم لهم النصائح الطبيه، بتشوف مشاكلهم، بتعرف مشاكلهم ايه من الادويه، هم ماشيين صح ولا لا، هم ممكن يعملوا ايه بعد كده، يعني كنوع من انواع الاشراك المجتمعي من المريض والطبيب في نفس الوقت في نفس المكان. في الاخر لازم المريض يستفيد من اللي بيحصل يعني. ميرسي جدا لو تحرك يا دكتور. شكرا.